نمضي إلى أخيرة المجهر وفيها نتوقف مع زاوية الكاتب الصحفي الهندي عز الدين الموسومة بشهادة لله. كتب الهندي اليوم تحت عنوان أترك البزنس واستقيموا. ابتدر الهندي عموده بالتساؤل التالي: إلى متى تبقى الرأسمالية بين قوسين غير الوطنية تربح على حساب المواطن السوداني الفقير والغلبان بينما تتواطأ السلطة الحاكمة مع الأثرياء في مالهم والذين يرفضون أن يخسروا جنيها واحدا مقابل أن يكسب الشعب سعة في رزقه؟ واتهم الهندي كبار رجال الأعمال من أسماهم بمدخري النقد الأجنبي في الخزائن بعدم الفرح بانخفاض سعر العملات مقابل الجنيه السوداني حتى لا يخسروا، لأن مصالحهم هي الأهم بحسب الهندي. وأضاف: جهات رسمية أيضا ظلت تحفظ مواردها وإيراداتها بالدولار وقد اشترته بعشرين جنيها، فهل تقبل أن ينزل إلى 17 جنيها؟ وذهب الهندي يقول: إنه بحساب المصالح الوطنية ينبغي أن تخسر تلك المؤسسات من أجل أن تجني الدولة مكاسب غزيرة وترخص الثروات الخاصة. وأضاف متسائلا: متى يصعد السودان في ضمائرنا وتهبط في مقابله زواتنا الفانية؟ ومضى يتحدث عن بدايات الإنقاذ قائلا: في مطلع التسعينيات أوان فقر الإنقاذ كان تجار الجبهة يتبرعون بأرباع وأنصاف ثرواتهم، ومضى يقارن بين ما حدث وقت ذاك وبين الآن قائلا: اليوم يرتزق من امتيازات الدولة وتسهيلاتها وعطاءاتها المكفولة رجال أعمال إما جاءوا من المجهول أو بقايا ثروات تضخمت في هذا العهد. وختم الهندي عز الدين قائلا: استقيموا واتركوا البزنس، فلا بزنس لحاكم ولا بزنس لوزير، واعلموا أنكم مراقبون في الدنيا ومحاسبون في الآخرة.